بسم الله الرحمن الرحيم. تمام العاشرة بتوقيت مسقط، نشرة الأخبار من تلفزيون سلطنة عمان. وفي أبرز عناوينها: الاستثمار المتنامي في قطاع النفط والغاز يرفع إنتاج السلطنة النفطي إلى أكثر من مليون برميل في يوليو الماضي. وزارة التعليم العالي تبحث مع الملحقيات الثقافية تذليل معوقات الدراسة للطلاب المبتعثين إلى الخارج. موسكو وطهران تجددان موقفهما بأن حل الأزمة السورية لا يأتي من الخارج، وارتفاع قتلى غارات دوما إلى نحو 100 قتيل. السلطات المصرية تفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وأولوية الخروج للحالات الإنسانية. إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته. أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم فخامته وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان. استطاعت السلطنة خلال العقود الماضية الاستثمار في قطاعي النفط والغاز لزيادة إنتاجية هذا القطاع وزيادة إسهامه في تنمية المجتمع. ويؤكد تخطي السلطنة لحاجز المليون برميل في إنتاج النفط الخام والمكثفات البترولية خلال شهر يوليو المنصرم، يؤكد نجاح خطة الحكومة في تقليل عجز الموازنة لعام 2015 في ظل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية. بعد أن تخطت السلطنة في إنتاجها لصناعة النفط حاجز المليون برميل يوميا خلال شهر يوليو المنصرم لأول مرة في تاريخها، فإن ذلك يؤكد على خطة مدروسة وواضحة من قبل الحكومة للوصول إلى هذا الرقم، بل وحتى تجاوزه. وعلى الرغم من هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية التي أثرت على السلطنة أيضا، إلا أن تخطي حاجز المليون برميل خفف من العجز المقدر في موازنة الدولة لعام 2015 والبالغ 2.5 مليار. ومع توقعات أخرى تشير إلى دخول منتجين جدد في السوق النفطية العالمية، فإن الترجيحات وبحسب محللين قد تؤول إلى الهبوط في أسعار النفط، وذلك موضوع في الحسبان من قبل حكومة السلطنة، فقادت الدخل القومي إلى منافذ القطاعات غير النفطية التي سجلت خلال العام المنصرم 18.7 مليار ريال عماني بنمو مقداره 9%. البقاء على الرقم وعدم الاعتماد الكلي على الذهب الأسود استراتيجية بدت تظهر ملامحها شيئا فشيئا على أرض الواقع. لتيسير وتطوير متابعة وزارة التعليم العالي والملحقيات لأوضاع الطلبة والمعاملات المتعلقة بهم خارج السلطنة، التقى الملحقون الثقافيون العمانيون مع ممثلي جهات الابتعاث بالوزارة. اللقاء الذي حضره ممثلون من مختلف جهات الابتعاث المدنية والعسكرية ناقش التحديات التي تواجه الوزارة فيما يتعلق بالأنظمة الإلكترونية المرتبطة مع جهاز الابتعاث بالسلطنة. لقاء سنوي جمع الملحقين الثقافيين مع عدد من ممثلي جهات الابتعاث في السلطنة.
اللقاء الذي اتسم بالشفافية ناقش موضوعات تختص بالطلبة الدارسين وما تواجهه الملحقيات الثقافية من تحديات تشترك فيها مع الجهات المعنية، بمقدمتها تأخر وصول المعلومات للملحقيات الثقافية حول الطلبة المبتعثين. من أهم التحديات التي نواجهها هي أيضا المعلومات الأساسية المتعلقة بالطالب المبتعث التي نتمنى دائما أنه تصلنا بوقت كافي حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الخدمات المناسبة للطالب وتسهيل مهمة دراسته في البلد الابتعاث. حلول متعددة طرحت خلال اللقاء لتجاوز التحديات ما بين الأطراف الثلاثة والمتمثلة في وزارة التعليم العالي وجهات الابتعاث والملحقيات الثقافية. مثل هذه اللقاءات يعني مهمة جدا للوقوف على كل التحديات التي تواجه الطالب المبتعث، أيضا الوقوف على التخصصات والبرامج المطلوبة من قبل جهات الابتعاث، مناقشة أيضا الخدمات المقدمة، الوصول إلى سبل لتعزيزها وتطويرها. الإشادة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التعليم العالي بدت واضحة، لا سيما في ظل التسهيلات والسرعة التي توفرها هذه الخدمات، مما يمكن جهات الابتعاث من متابعة شؤون الطلبة بسهولة ويسر. النظام إلكتروني موحد يسهل لجميع جهات الابتعاث معرفة أين الطالب، ماذا حصل في أوراقه، لعمل بيانات خاصة فيه. نحاول جاهدا أن نعمل كل شيء بنظام إلكتروني أنه نعرف عن الطالب ونوجهه بطريقة صحيحة حتى نقلل عملية الأخطاء التي تحصل للطالب الذي يذهب إلى جامعة مجاله غير موجود أو يذهب إلى معهد يدرس لغة وبعد اللغة لا يستطيع دخول الجامعة بسبب تدني النتائج. اللقاء السنوي يمثل حلقة للنقاش والتحاور وطرح التحديات في محاولة جادة لإيجاد الحلول المثلى. انتصار بنت حبيب الشبلية، مسقط. شدد وزيرا خارجية روسيا وإيران على أن السوريين يجب أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم دون تدخل خارجي. من جانب آخر، ناشد مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين من دمشق أطراف النزاع السوري حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي. بعد محادثات في موسكو، جمعت وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافاروف والإيراني محمد جواد ظريف، تبين أن هناك توافقا بين الدولتين حول الوضع في سوريا وطبيعة الحلول المطروحة، كما أكد ذلك وزيرا خارجية البلدين. بلداننا لديهما موقف مشترك بشأن الأزمة السورية، يجب على السوريين أنفسهم أن يقرروا مصيرهم ومستقبلهم. وحذر الجانبان مما وصفاه من أي محاولة خارجية لفرض حل للحرب الأهلية السورية. لافاروف وظريف أشار في مؤتمر صحفي إلى أن الحلول الخارجية المفروضة على السوريين كما قال باءت بالفشل، معتبرين أن الحل ينبع من السوريين أنفسهم وبأن عليهم وحدهم تقرير مستقبلهم وعلى باقي الدول أن تجعل هذا الأمر سهلا. ومن العاصمة السورية دمشق، ناشد مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أطراف النزاع السوري حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي، مستنكرا الغارات الجوية على سوق في بلدة الدوما السورية مما أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص. هذا الصراع مرير وغير مقبول، وعلى كافة الأطراف المتنازعة وقف هذا الصراع وأن يحموا المدنيين وأن يحترموا القانون الدولي للإنسانية. لكن على الأرض تواصل الاقتتال بين الأطراف السورية، حيث تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في هجوم صاروخي شنته المعارضة على مدينة اللاذقية التي تسيطر عليها القوات الحكومية في ثاني هجوم من نوعه هناك خلال 4 أيام. وشكلت الغارة الجوية على دوما التي تبعد نحو 15 كيلومترا شمال شرقي دمشق واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ بدء الحرب في سوريا قبل 4 سنوات، والتي اقتتل فيها ما يقدر بربع مليون شخص وتشريد 10 ملايين سوري بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
فتحت السلطات المصرية للمرة الأولى منذ شهرين معبر رفح البري مع قطاع غزة للسفر في الاتجاهين لمدة 4 أيام متتالية. وذكرت السلطات أن أولوية السفر عبر المعبر للمسجلين في كشوفاتها، وتشمل الحالات الإنسانية من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات الخارجية. ثمن الفلسطينيون في غزة جهود السلطات المصرية في فتح معبر رفح بكلا الاتجاهين للتخفيف من معاناتهم التي لا تزال مستمرة منذ أكثر من 8 سنوات، آملين أن يتم فتحه بشكل مستمر لإنهاء الأزمة التي تفاقمت بسبب إغلاقه. بعد إغلاق دام أكثر من 50 يوما، فتحت السلطات المصرية بوابة معبر رفح البري أمام حركة المسافرين بكلا الاتجاهين. هيئة المعابر والحدود في غزة سخرت جميع إمكاناتها واستوفت كافة الاستعدادات لتسهيل الحركة أمام المسافرين من وإلى القطاع. قبل رمضان هيك مسجلة، وطلع اسمي برمضان وما سعفنيش الحد عشان أسافر، سجلت للدورة الثانية وطلع اسمي والحمد لله. إقامتي معرض للضغوط أنه سحب الإقامات لأنه تأخرت، مفروض أقعد 2 أو 3. الآن إلي 8 شهور في محاولة للسفر وحتى هذه اللحظة ما سفرت. ومن المقرر أن تدخل السلطات المصرية كميات من الوقود والأسمنت للقطاع الخاص عبر معبر رفح البري بناء على اتفاق بين الشركات المصرية مع الشركات الفلسطينية. علاقتنا مع الأخوة في الجانب العلاقة جيدة. أعداد المسافرين وفئات المسافرين، نوعية المسافرين هي محددة فعلا من الجانب المصري، يعني نحن ملتزمون بكل الاتفاق إن شاء الله مع الأخوة في الجانب المصري. وكانت السلطات المصرية أعلنت عن فتح معبر رفح لمدة 4 أيام ابتداء من يوم الاثنين وحتى مساء الخميس بكلا الاتجاهين للتخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة، في الوقت الذي توغلت فيه عدة جرافات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، لتواصل القوات الإسرائيلية خروقاتها لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية صيف العام الماضي. منى حلس للتلفزيون سلطنة عمان، غزة، فلسطين. في اليمن تستمر المعارك بين أنصار الرئيس عبد رب منصور هادي والجماعات الحوثية المسلحة، فيما يواصل طيران التحالف العربي قصف أحياء في مناطق متفرقة من اليمن. ويواجه أكثر من 2 مليون يمني في محافظة تعز أوضاعا إنسانية واقتصادية صعبة جراء الحرب التي تشنها جماعة الحوثي منذ ما يزيد عن 4 أشهر. بين كر وفر يتواصل القتال بين الأطراف اليمنية المتنازعة في مناطق مختلفة من اليمن. ففي محافظة تعز قتل زهاء 85 مسلحا من جماعة الحوثي والقوات الموالية لها بعد مواجهات عنيفة شنتها القوات اليمنية ومؤيدو الرئيس عبد رب منصور هادي. كما تحدثت مصادر يمنية عن سيطرة أنصار الرئيس هادي على موقع استراتيجي للمسلحين الحوثيين بمحافظة البيضاء وسط اليمن بعد اشتباكات عنيفة بين الجانبين بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والخفيفة. وفي عدن قالت مصادر طبية يمنية إن السلطات اليمنية أجلت أكثر من 140 جريحا بعد أن شب حريق داخل مستشفى حكومي امتد إلى مستشفى تابع للصليب الأحمر. وإلى جانب المعارك الميدانية تواصلت الغارات الجوية من قبل قوات التحالف العربي مستهدفة مواقع لقادة حوثيين ومسلحيهم في بلدة جبلة والحديدة ومحافظة الجوف. وبحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من 4300 شخص قتلوا في اليمن منذ مارس الماضي، بينما يحتاج 80% من السكان المقدر عددهم 26 مليونا إلى المساعدات الإنسانية.
قتل نحو 30 شخصا على الأقل فيما أصيب العشرات أثر انفجار وقع وسط العاصمة التايلاندية بانكوك. وحدث الانفجار في منطقة مركزية مزدحمة واقعة وسط العاصمة التي تشتهر بوجود عدد كبير من السائحين والسكان المحليين. وعلى إثر دوي الانفجار هرع رجال الطوارئ لمساعدة المصابين، فيما أكدت السلطات المحلية أن سياحا أجانب كانوا من بين الضحايا. هذا وعثرت السلطات على عبوتين ناسفتين في منطقة الانفجار، إلا أن قوات الشرطة تمكنت من إبطال مفعولهما. وإلى العراق، حيث قتل 28 عنصرا من تنظيم داعش غرب وشمال العراق في قصف لطيران التحالف الدولي استهدف مواقع للتنظيم شمال شرق بعقوبة. جاء ذلك بينما أحال مجلس النواب العراقي إلى القضاء ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، بما فيه تقرير لجنة التحقيق التي حملت المسؤولية لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي. صدق البرلمان العراقي على تقرير يدعو لمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وعشرات من كبار المسؤولين الآخرين فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل ثاني كبرى المدن العراقية. وسبق هذا موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على قرار المجلس التحقيقي بإحالة قادة عسكريين إلى محكمة عسكرية. ومن المقرر أن يعرض التقرير الآن على النائب العام ورئيس الوزراء الذي يملك حق الإحالة للمحاكم العسكرية. كل الأسماء التي تم ذكرها في هذا التقرير لم يحذف اسم منها، وستحال جميعها إلى القضاء، وستجري عملية التحقيق والمتابعة والمحاسبة لكل من كان سببا في سقوط الموصل. وتقرير اللجنة هو أوسع خطوة تتخذها بغداد حتى الآن لمحاسبة المسؤولين عن خسارة نحو ثلث أراضي البلاد أمام المتشددين وفرار عشرات الآلاف من قوات الجيش من مواقعهم. ولا توجد رواية رسمية توضح كيف سقطت الموصل أو من أصدر الأوامر بالانسحاب من القتال. واتهم المالكي دولا لم يذكرها بالاسم وقادة وساسة منافسين في التخطيط لإسقاط المدينة. وصل إلى مدينة كاتانيا في صقلية الإيطالية مركب نرويجي وعلى متنه أكثر من 300 مهاجر و49 جثة عثر عليهم السبت على زورق مقابل سواحل ليبيا. فيما ينتظر وصول المئات من المهاجرين الذين أنقذوا في المتوسط في الأيام الأخيرة الاثنين في موانئ أخرى في جنوب إيطاليا. الاضطرابات تطرق باب أوروبا مع تدفق أعداد هائلة من المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط إلى موانئ أوروبية. ففي جزيرة كوس اليونانية وقعت مشاجرات بين مهاجرين يسعون للرحيل عن الجزيرة على متن سفينة ركاب خصصت لإيواء اللاجئين. وبدأت السلطات اليونانية الأحد في إيواء مئات السوريين على متن السفينة، فيما لا توجد فرصة تذكر لصعود باقي المهاجرين إلى السفينة التي تضع السوريين في صدارة أولوياتها باعتبارهم لاجئين فارين من حرب أهلية يتمتعون بحقوق أكبر بموجب القانون الدولي. وخارج مركز الشرطة الرئيسي في الجزيرة السبت تراشق بالحجارة نحو 50 مهاجرا من أفغانستان وباكستان وإيران وتبادلوا اللكمات، فيما ثار الغضب بسبب شدة حرارة الصيف. ويعبر المهاجرون ممرا مائيا ضيقا من تركيا في قوارب صغيرة في مسعى للعثور على حياة أفضل في أوروبا، انطلاقا من جزيرة كوس وجزر يونانية أخرى شهدت طفرة في أعداد المهاجرين في إطار وضع تصفه الأمم المتحدة بأنه مخجل. وفي مقدونيا تسبب المهاجرون في حالة من الفوضى العارمة في تدافع محفوف بالمخاطر أثناء محاولتهم ركوب القطار المتجه إلى صربيا، وهو وسيلتهم الأسرع للوصول إلى بلغراد المحطة الأخيرة في الطريق إلى المجر ومنطقة اليورو الأوروبية المفتوحة. ويتكرر هذا المشهد يوميا في النقاط التي تمثل نقاط جذب للاجئين والمهاجرين مثل ميناء كاليل الفرنسي على الحدود مع بريطانيا. وقدر مسؤولون في الصليب الأحمر عبور نحو 2000 شخص يوميا من اليونان إلى مقدونيا، وهو ضعف عدد العابرين قبل أسابيع قليلة. وفي المجر يسير العمل على قدم وساق لاستكمال الجدار الذي تشيده على حدودها مع صربيا بارتفاع 4 أمتار
بحلول نهاية الشهر الجاري، ويسارع الكثير من المهاجرين للوصول إلى المجر قبل هذا الموعد، مما تسبب في تصاعد حدة التوتر عند هذه النقاط. في تطور جديد لحادث سقوط الطائرة الأندونيسية، قال مسؤول عملية البحث إنه لم يتم العثور بعد على الصندوقين الأسودين للطائرة. وأشار المسؤول أن التضاريس الوعرة في إقليم بابوا الجبلي عرقلت عمل فرق الإنقاذ والبحث، حيث يتعين على السلطات بناء مهبط للطائرات لتسهيل وصول المساعدات، ويشارك في عملية الإنقاذ نحو 270 شخصا، فيما كانت الطائرة تقل 49 مسافرا إضافة إلى 5 من طاقم الرحلة. نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون فيها ولكن بعد قليل. موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني تختتم مشاركتها في البطولة الدولية للقرب بمدينة غلاسكو الاسكتلندية. جناح السلطنة عمان في إكسبو ميلانو 2015 من الأول من مايو وحتى نهاية أكتوبر 2015. الاستثمار المتنامي في قطاع النفط والغاز يرفع إنتاج السلطنة النفطي إلى أكثر من 1 مليون برميل في يوليو الماضي. وزارة التعليم العالي تبحث مع الملحقيات الثقافية تذليل معوقات الدراسة للطلاب المبتعثين إلى الخارج. موسكو وطهران تجددان موقفهما بأن حل الأزمة السورية لا يأتي من الخارج، وارتفاع قتلى غارات دوما إلى نحو 100 قتيل. السلطات المصرية تفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وأولوية الخروج للحالات الإنسانية. أهلا بكم. بهدف ترسيخ المبادئ الأخلاقية في شرائح المجتمع ونشرها في حياتهم العملية، دشنت اليوم حملة راقي بأخلاقي، والتي تنظمها جمعية المرأة العمانية بصلالة. وتشارك في الحملة أيضا جمعيات المرأة العمانية بولايات المحافظة، كما دشنت فعالياتها برعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. الأخلاق هي الحقيقة التي تجعل البشرية جميعا في ترابط وإخاء، وترتقي بها الأمة وتسمو بأخلاقها وقيمها، وتتواصل مع الحضارات والثقافات. مع تدجين حملة راقي بأخلاقي التي نظمتها جمعية المرأة العمانية بصلالة بالتعاون مع جمعيات المرأة بولايات محافظة ظفار بعمل برامج ومناشط مختلفة ومتنوعة وتوعوية في كل ولايات المحافظة لتحقيق الأهداف النبيلة التي حث عليها ديننا الحنيف. راقي بأخلاقي، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. طبعا الأخلاق هي مسار عمل ونهج ديننا الحنيف. نتمنى إن شاء الله أن نلتزم بالأخلاق في تعاملنا، سواء اليومي في المنزل، في البيت، في المكتب، في مدينتنا، في أغلب
حياتنا اليومية. وعلى هامش حفل التدجين تم عرض أوراق عمل مختلفة من الجهات المشاركة لتثقيف المجتمع من المخاطر التي قد ينجرف إليها الشباب من المؤثرات العقلية. أصبحت مشكلة المخدرات من المشاكل التي تؤرق كافة شعوب العالم، ليست مقرونة على غارة معينة أو بلد معين، وإنما أصبحت المخدرات مكان ما تواجد البشرية، أصبحت هذه الآفة موجودة. فالتعاون مطلوب من الجميع، الجهات الحكومية والجهات الخاصة وكافة أفراد المجتمع للقضاء على هذه الآفة. هذه الحملة تدعوهم مرة أخرى للتمسك بالقيم والأخلاق والعادات الحميدة لمجتمعنا العماني، وهي خطوة هامة جدا في إطار غرس مبادئ وقيم يحتاجها شبابنا ليكونوا فعلا هم عماد المستقبل لهذا الوطن ومساهمين بشكل حقيقي في بنائه ورقيه. طبعا أنا كرئيس تحرير مجلة الدانة قطرية إن شاء الله وجهت بأن يصدر شهريا ملف خاص بالحملة إن شاء الله، بيتم إن شاء الله متابعتها، وكلفت أنا إدارة التحرير بمتابعة الحملة وتطوراتها ونشر الوعي إن شاء الله، حتى يكون في تواصل بين دولة قطر والسلطنة إن شاء الله إن شاء الله تحقيق نجاح الحملة. وتستمر الحملة 6 أشهر التي تهدف إلى نشر القيم الأخلاقية في الحياة العملية والمحافظة على الثوابت الأخلاقية والتكامل بين النظرية والتطبيق، سعيا نحو التغير الإيجابي. محمود بسيل، تبوك، محافظة ظفار. العلاقات العسكرية بين السلطنة وجمهورية الهند كانت أبرز نقاشات معالي محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع بالفريق أول طيار أروب أراها رئيس أركان سلاح الجو الهندي. كما بحث الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة مع الفريق أول طيار أروب راها رئيس أركان سلاح الجو بجمهورية الهند الصديقة، بحث مسيرة التعاون العسكري القائم بين البلدين الصديقين ومجالات التدريب بين الجانبين. وكان التعاون في المجالات الفنية الجوية والتدريب أهم نقاشات اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني بالفريق أول طيار أروب راها رئيس أركان سلاح الجو بجمهورية الهند الصديقة. وقد زار الفريق أول أروب راها رئيس أركان سلاح الجو بجمهورية الهند الصديقة الكلية العسكرية التقنية، وشهد رئيس أركان سلاح الجو الهندي والوفد المرافق له عرضا مرئيا عن مراحل إنشاء الكلية وما تحويه من مرافق دراسية وخدمية والمنهاج العام والتخصصات التقنية المختلفة ومراحل الدراسة المختلفة. اختتمت موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني مشاركتها في البطولة الدولية للقرب والتي أقيمت في مدينة غلاسكو الاسكتلندية. وقد أمتعت موسيقى سلاح الجو السلطاني الجماهير بمعزوفات من التراث العماني بمشاركة أكثر من 200 فرقة موسيقية حول العالم. وسط حضور جماهيري كبير وأجواء جميلة، عكست لوحة فنية متميزة للفرق الموسيقية المشاركة في البطولة الدولية للقرب. اختتمت موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني ثاني مشاركة لها في هذه البطولة، والتي أقيمت فعالياتها بمدينة غلاسكو الاسكتلندية بحضور ما يزيد عن 200 فرقة موسيقية مثلت دول العالم. أحد أهم المسابقات التي شاركت بها موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني، والتي أضافت للفرقة الخبرة والمهارة التي أهلتها للوصول إلى مراكز متقدمة وحضورا متميزا شهد له الجميع. بحكم احتكاكنا لهذه الفرق اكتسبنا كثير من المهارات والقدرات التي تؤهلنا في المستقبل أن نكون الأفضل بإذن الله تعالى.
عكست هذه المشاركة المستوى المتقدم والأداء المتميز الذي وصلت إليه الفرقة خلال مشاركاتها في هذه المنافسات الدولية. إن هذه البطولة الدولية للقرب تعد إحدى المسابقات العالمية التي تشارك فيها العديد من الفرق من مختلف دول العالم، حيث أن فرقة سلاح الجو السلطاني العماني المتميزة والتي قدمت عرضا رائعا في السنة الماضية وها هي تقدم عرضا مذهلا هذه السنة. ساهمت هذه المشاركة في رفع مستوى الفرقة الفني وإكسابها المزيد من الخبرات الفنية في مجال العزف بالقرب، توطيداً للعلاقات التي تربط السلطنة بالمملكة المتحدة والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. سجلت موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني مشاركتها في البطولة الدولية للقرب من مدينة جلاسكو الاسكتلندية الملازم أول ناصر بن خميس الكلباني. والآن إلى أبرز الأخبار الاقتصادية مع زميل علي بن محمد صعب. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. شكرا لكم أحمد وعايدة على جميل ما جئتما به من أخبار محلية وعالمية. أما الآن مشاهدينا فتتابعونا في الموجز الاقتصادي. صندوق الاحتياطي العام للدولة يستحوذ على 90% من أسهم فندق ماريوت امباسادور في فرنسا. أهلا بكم. أعلن صندوق الاحتياطي العام للدولة على استحواذه على 90% من أسهم فندق ماريوت امباسادور الواقع في فرنسا، وبهذه الصفقة يستحوذ الصندوق على حصص الأغلبية في الفندق، حيث من المؤمل أن يحقق الصندوق عائدا اقتصاديا جيدا من هذا الاستثمار. ويتميز الفندق بموقع تجاري يخدم مجموعة من المقرات الرئيسية لأبرز وأكبر الشركات في قلب العاصمة الفرنسية باريس، إضافة إلى موقعه بالقرب من مزارات سياحية ووجهات بارزة للتسوق كدار الأوبرا ومتحف اللوفر الشهير. بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر القادم 48 دولارا و49 سنتا، وشهد سعر البرميل انخفاضا بلغ 87 سنتا عن سعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 49 دولارا و36 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل بلغ 56 دولارا و33 سنتا للبرميل، منخفضا بذلك 5 دولارات و51 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر أغسطس الجاري. نحن في أوربيك نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. أهلا بكم. وفي أخبارنا الاقتصادية أيضا وهذه المرة في الشق العالمي، فمع تراجع صادرات السيارات والإلكترونيات اليابانية إلى الخارج انكمش نمو الاقتصاد في اليابان إلى أكثر من 1.5% خلال الربع الثاني من هذا العام، الأمر الذي يزيد من حدة الانتقادات على رئيس الوزراء شينزو أبي. انكمش نمو الاقتصاد الياباني بأكثر من 1.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليمثل بذلك صداعا جديدا في رأس رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وتعتبر هذه النتائج نذير شؤم لسياسات آبي الاقتصادية المعروفة باسم أبينومكس الرامية لانتشال ثالث أكبر اقتصادات العالم من خطر تراجع الأسعار منذ عقود. وتسود الأوضاع الاقتصادية السيئة آسيا بأسرها، حيث يبدو اقتصاد الصين ضعيفا كما يتراجع الاستهلاك في اليابان، فضلا عن حالة الوهن الواضح في صادرات السيارات والإلكترونيات اليابانية. ويريد أبي تعزيز القوة العسكرية لليابان، وهو ما يعرضه ملايين اليابانيين في البلاد. ويقول معارضون إن أبي بدلا من تعزيز اقتصاد البلاد فإنه يتخلى عن كل ما لديه مقابل الدفع بقانون الدفاع الجديد الذي لم يمرره البرلمان حتى الآن بعد ساعات لا تحصى من النقاش.
وزاد على ذلك دعم أبي للطاقة النووية، حيث أعاد تشغيل أول مفاعل نووي في البلاد الأسبوع الماضي منذ حادثة التسرب النووي في فوكوشيما. وتراجعت شعبية أبي في الفترة الأخيرة، وما لم يستعيد الاقتصاد الياباني نموه في الشهور المقبلة، فمن الصعب تخيل تنامي أي تأييد شعبي للرئيس الوزراء قريبا. آخر أخبارنا عن ارتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 1117 دولارا للأوقية، يأتي ذلك بالتزامن مع ضعف اليوان بعد أن خفضت الصين قيمة عملتها الأسبوع الماضي، حيث المرجح أن تسهم حالة الضبابية في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين. ومن المتوقع رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة الشهر المقبل، كما يأمل أو يؤمل ذلك كثيرا من المستثمرين رغم استمرار ظهور مؤشرات تدلل على قوة الاقتصاد الأمريكي. وبحسب خبراء اقتصاديين فإن الذهب سيظل مرتفعا على مدى الأسابيع القليلة المقبلة نتيجة تنامي المخاوف إزاء قوة الاقتصاد الصيني. ختام أخبارنا الاقتصادية عودة للزملاء عايدة وأحمد وتتمة الأخبار عن الروايات والأدب، فلنتابع. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. شكرا علي، وبالفعل ختام هذه النشرة مع هذا الخبر أو هذا التقرير حول رواية دون كيشوت التي تعد من أشهر روايات إسبانيا باعتبارها أول رواية حديثة وواحدة من أعظم الأعمال في الأدب العالمي. نعم عايدة، واستطاع فارس البحوث الطويلة أندريس ترابيو أن يحول روايات دون كيشوت إلى اللغة الأسبانية الحديثة بعد صبر وتبحر طويل. أندريس ترابيو معتاد على الأبحاث الطويلة، إلا أن الكاتب الإسباني احتاج إلى صبر وتبحر طويلين لتحويل دون كيشوت أشهر روايات إسبانيا إلى اللغة الإسبانية الحديثة. ويعشق الإسبان دون كيشوت، الفارس الذي يريد تحصيل الحقوق المهضومة والذي لا يستسلم رغم الإخفاقات. ورواية ثيرفانتس هذه التي تعود إلى القرن السابع عشر تعتبر من تحف الأدب العالمي، وهي بحسب المعهد الذي يحمل اسمه العمل الأدبي الأكثر ترجمة في العالم بعد الكتاب المقدس. وقد ترجم دون كيشوت إلى 145 لغة ولهجة في العالم، وقد حول إلى رسوم متحركة وإلى قصص للأطفال. دون كيشوت يشكل رمزا عالميا، وهو بطريقة أو بأخرى يولد مقاربة خاصة بكل لغة ومخيلة. وفي مقر معهد ثيرفانتس المهيب في مدريد تعرض في واجهات نسخ أنيقة من دون كيشوت، في حين تبث على شاشات اقتباسات سينمائية للرواية بمناسبة معرض يختتم في أيلول سبتمبر. والرواية الأصلية واقعة في 1000 صفحة، ويحتفى هذه السنة بمرور 400 سنة على صدورها، وهي تشكل مطالعة إلزامية في المدارس الإسبانية. غير أن نسخة الكاتب أندريس ترابيو احتلت المركز التاسع بين أفضل مبيعات الكتب في إسبانيا، على رغم انتقاد بعض المثقفين للنسخ الحديثة المبسطة، معتبرين أنها تخرب العمل الأصلي الذي غالبا ما يقدم على أنه الرواية العصرية الأولى في تاريخ الأدب. ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين. الاستثمار المتنامي في قطاع النفط والغاز يرفع إنتاج السلطنة النفطي إلى أكثر من مليون برميل في يوليو الماضي. وزارة التعليم العالي تبحث مع الملحقيات الثقافية تذليل معوقات الدراسة للطلاب المبتعثين إلى الخارج. موسكو وطهران تجددان موقفهما بأن حل الأزمة السورية لا يأتي من الخارج، وارتفاع قتلى غارات دوما إلى نحو 100 قتيل. والسلطات المصرية تفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وأولوية الخروج للحالات الإنسانية. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى لقاء في أمان الله.